الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجلت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعا جديدا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية في بغداد، وارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد مسجلا 149 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. وشهدت أسعار بيع وشراء الدولار في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية ارتفاعا أيضا، حيث وصل سعر البيع إلى 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 149 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي أن العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد من إيران خلال شهر أيار الحالي. وقال أشرفي إن إيران صدرت 16 مليون و 900 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و 300 مليون دولار إلى عدة دول في العالم، وأوضح أن دول الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان استوردت 11 مليون طن من البضائع بقيمة 4 مليارات و 600 مليون، حيث تمثل 68% من إجمالي صادرات إيران من حيث الوزن و 73% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي. وذكرت سومو أن 8 شركات هندية من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان، تليها الشركات الصينية بواقع 6 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والأمريكية بواقع 3 شركات لكل منهما، ومن ثم روسيا وإيطاليا بواقع شركتين لكل منهما. عالمياً شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً وسط مخاوف من أن السوق قد تواجه فيضاناً من البراميل الإيرانية إذا رفعت العقوبات المفروضة على إيران. وتراجع مزيج برنت لشهر تموز المقبل بنسبة 0.52% ليصل إلى 68 دولاراً فاصل 37 سنتاً للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تموز بنسبة 0.47% ليصل إلى 65 دولاراً فاصل 90 سنتاً للبرميل. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في الأول من حزيران المقبل لتقييم حالة السوق وسياسة الإنتاج الخاصة بهم. أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف أن قطر ستواصل دعم أشقائها في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. رفع مكتب الادعاء العام في العاصمة الأمريكية واشنطن دعوى قضائية ضد شركة أمازون لمزاعم بأنها تسيء استغلال موقعها كعملاق للبيع بالتجزئة، وتفيد حيثيات القضية بأن استحواذ الشركة على ما يصل إلى 70% من المبيعات عبر الإنترنت داخل أمريكا يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على العملاء. وتتهم الدعوى التي رفعها كارل راسن المدعي العام في العاصمة واشنطن أمازون بفرض رسوم على البائعين الخارجين في موقعها تصل إلى 40% من سعر المنتج الأصلي، إضافة إلى منعهم من البيع بأسعار أقل عبر منصات أخرى. ختام الموجز بأمان الله.